السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو الجزء الثاني من أرخص سيارات مستعملة بسعر من 30 ل 40 ألف جنيه. الجزء اللي فات اتكلمنا عن عربيات زي البي ام دبليو بجميع فئاتها، موديلات من سنة 77 إلى سنة 85، واتكلمنا عن البيجو 504 موديل 79 وبيجو 505 موديل 80، وعن الجيلي سي كي والإم كي، وشفنا الدايهاتسو شارد موديل التسعينات والدايو ماتيز والرينو وسكودا فيفوريت وسكودا فليشيا. النهاردة هنكمل في باقي العربيات اللي في حدود السعر ده، بس تكون اعتمادية ومشاكلها قليلة وقطع غيارها متوفرة وأسعارها معقولة. وكالعادة هنبعد عن العربيات الأمريكاني 6 والثمانية سلندر، وهنبعد عن العربيات اللي مشاكلها كتير وقطع غيارها نادرة والمعروض منها متبهدل وحالته سيئة. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك واشترك في القناة علشان يجيلك كل الجديد في عالم السيارات، وممكن تستعرض الفيديوهات اللي في القناة، أكيد هتلاقي حاجات مفيدة ومعلومات جديدة. نبدأ على بركة الله. النوع الأول معانا هي السوزوكي، وفي الفئة السعرية دي هنقابل السوزوكي سويفت موديل التسعينات والسوزوكي ماروتي موديل من 94 إلى 2009. بالنسبة للسويفت، عربية يابانية ممتازة واعتمادية واقتصادية جدا وقطع غيارها متوفرة وبالسعر اللي انت عايزه، سواء ياباني أو تايواني أو صيني. وبالنسبة لسعر البيع، هي مش تقيلة قوي في البيع، بس في نفس الوقت مش بياعة زي ال 28 مثلا. يعني يوم ما تبيع لو السوق نايم هتلاقي نفسك خسران 1000 او 2000 بالكتير عن ثمنها. من مميزات العربية ان موتورها 1500 سي سي، موتور ناعم جدا زي كل الياباني، اقتصادية في البنزين، قطع غيار متوفرة رخيصة، الشكل الخارجي مقبول، الموتور ال 1500 موتور قوي وسحبه ممتاز، الباور بتاعها متميز. اهم عيوب فيها هي ضعف الثبات على الطرق السريعة وخصوصا بعد 90 كيلومتر في الساعة. صالونها ضيق بشكل ملحوظ والتكييف بتاعها ضعيف نسبيا. العربية قريبة من الارض وبتحك في المطبات وخصوصا مع التحميل. اما السوزوكي ماروتي، ودي العربية اللي بيحبها كل السيدات واللي تنفع لبنت رايحة الجامعة او سيدة رايحة شغلها. سعة المحرك 800 سي سي، قدرة المحرك 37 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة. نقل الحركة بتاعها يدوي، اربع سرعات امامية وواحدة خلفية. مقاس الجنط 13 بوصة، وبتحتوي على عجلة قيادة عادية مش باور. طولها 3 متر 33 سنتي وعرضها متر 40 سنتي، ارتفاعها متر 40 سنتي، ووزن السيارة فارغة 650 كيلو جرام، وده وزن خفيف جدا. سعة خزان الوقود 30 لتر، وبتستهلك 6.2 من 10 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر مقطوعة في المتوسط. يعني لو فولت التانك تمشي حوالي 480 كيلو متر. سرعتها القصوى 138 كيلو متر في الساعة، وبتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 30 ثانية. وبتتميز سوزوكي ماروتي بالعملية لأن حجمها صغير، وبالتالي ممكن تركنها في أي مكان صغير وتناور بيها وسط الزحمة. علشان كده هي سيارة مناسبة للمدن والطرق الضيقة كما في القاهرة. ومن مزايا السيارة الرئيسية، ويمكن ده السبب الوحيد اللي يخليك تشتريها، اقتصاديتها في استهلاك الوقود وأسعار قطع غيارها الرخيصة وصيانتها السهلة الغير معقدة، وأي حد يقدر يشتغل فيها، وقطع غيارها متوفرة في السوق. ورغم انها مفروض تسعى لخمس أشخاص، إنما الموضوع ده صعب جدا، والأفضل جلوس شخصين فقط في الكنبة الخلفية، وكمان يعيبها صغر حجم الشنطة الخلفية. الماروتي معروفة بشكلها اللي ما فيهوش اي انسيابية وفيها شبه من علبة الكبريت، ولكن الشكل مش كل حاجة. من عيوبها برضو ان ارتفاعها عن الارض صغير، والعربية من جوه فقيرة جدا، وتجهيزاتها اقل من العادية وما فيهاش اي شيء مميز، وعلى السرعات العالية بتفقد اتزانها. هيكلها ضعيف، وتصميم تجهيزاتها الداخلية قديم وما فيهاش اي وسائل راحة او رفاهية. النوع الثاني معانا هي السيت ايبيزا، موديلات من 87 وحتى سنة 94. اولا السيارة بتمتاز بثبات رائع على الطريق، وبتعتبر من اتقل السيارات الهاتشباك،
فبتتميز بساق قوي جدا وموتور اقوى، وهي من صنع الشركه الالمانيه فولكس فاجن. وبتتميز السياره بموتور قوي 1300 سي سي وبعفشه رياضيه لا تتاثر بالحموله رغم صغر حجم السياره. في عربيات ايبيزا لسه فيها الايرباجز بتاعها رغم موديلها القديم، ولكنها زودت بعوامل امان الشركه الالمانيه المحترمه. العربيه فيها مكان لتركيب تكييف، وفي عربيات مجهزه اصلا بتكييف. من مميزات الايبيزا انها موفره في البنزين، وقطع غيارها في المتناول، وقطع الغيار معمره جدا اذا كانت اصليه طبعا. في بعض العيوب في سيت ايبيزا لكنها غير مؤثره في ادائها وكفائتها، منها ارتفاع حراره الموتور بشكل ملحوظ في الصيف، وده بيستلزم الكشف وصيانه دوره التبريد بشكل منتظم علشان تحافظ على الموتور. قطع غيارها غير متوفره بشكل دائم، يعني هتلاقي اماكن معينه هي اللي بتشتغل في قطع الغيار زي الحرفيين والتوفيقيه. ومن عيوبها ان حجم الصالون صغير خاصه بالكنبه الخلفيه، وشنطتها صغيره وما تقدرش تشيل فيها شنط كبيره، لكنها عربيه ممتازه وبتتحمل السفر الطويل. ثالث نوع معانا السياره سيتروين، وفي منها فئتين زد اكس واي اكس، موديلات من 94 الى 98. العربية الاي اكس والزد اكس الاثنين عربيات ستيروين تجميع مصري، بس المصنع قفل بعد فترة قليلة من تجميعهم، وده يمكن يكون سبب قلة انتشارهم. عموما هم ناعمين في القيادة وبيتميزوا بمواتير قوية وسهولة في المناورة، خاصة الزد اكس. عيوبهم ندرة قطع الغيار الخاصة بيهم وسعرها الغالي لو لقيتها اصلا، بالاضافة لعدم سهولة صيانتها الا لو ميكانيكي بيفهم قوي، ودي حاجة نادرة. العربيتين دول في بدايتهم لما كانوا بيتباعوا زيرو، واترفعت قضية في 27 سبتمبر 2002 في محكمة شمال القاهرة من أكثر من 1500 أسرة مصرية ضد شركة ستروين الفرنسية للسيارات، ووكيلها الأسبق الشركة المصرية لصناعة السيارات جاك. والكلام ده بعد ما اكتشف مالكي المئات من سيارات ستروين بعد ما اشتروها من التوكيل ان فيها العديد من العيوب الفنية وبتمثل خطر على حياة راكبيها. وقال المحامي اللي كانوا موكلينه كان اسمه محمد طاهر في تصريح انها المرة الاولى في العالم العربي ان مجموعة كبيرة جدا من الاشخاص يرفعوا قضية ودعاوى قضائية على شركة سيارات عريقة زي شركة ستروين، وان ما يزيد عن 350 مالك سيارة ستروين رفعوا قضايا ضد الشركة الأم نفسها في فرنسا وضد الوكيل المعتمد لها في القاهرة اللي هو الشركة المصرية لصناعة السيارات جاك. ملخص أوراق القضية دعوتين، دعوة مدنية 2002 لسنة 2002 عايزين يفسخوا العقود المبرمة بين الشركة والمشترين بسبب 11 عيب من عيوب الصناعة، ودعوة جنائية بتحمل رقم 7913 لسنة 2002 ضد ممدوح مختار علي يوسف وعماد مختار علي يوسف ومجدي مختار علي يوسف مالكين الشركة المصرية لصناعة السيارات جاك، بتتهمهم فيها بالغش التجاري والتدليس. علشان كده العربيات دي مش هتكلم على مواصفاتها ولا انصح بشرائها اذا كانت وهي زيرو مليانة عيوب صناعة، ما بالكم بعد 19 سنة خدمة. النوع الرابع معانا هي السيارة فورد فئات فيستا واسكورت، موديلات من 96 حتى 99. بالنسبة للفورد طبعا دي عربيات محترمة وصاج ومواتير وعفشة، لكن يعيبها في العموم قلة قطع الغيار وخاصة الاكسسوار والصاج واجزاء العفشة. بالنسبة للفورد فيستا في منها 1100 سي سي وفي 1300 سي سي، ومنها تقفيل اسباني ومنها تقفيل الماني. حققت مبيعات كبيرة للشركة على مستوى العالم، فيها الطابع الاوروبي لان بيتم تقفيلها في اوروبا وبتتصنع في امريكا، فهي سيارة امريكية اوروبية عالية الجودة وبتعطي متعة السواقة المشهودة للسيارة الاوروبية. تتمتع الفيستا بتقييمات عالية تتعلق بالسلامة، كما انها بتحتوي على ميزات امان متطورة جدا، ولكن بقية السيارات الهاتشباك المنافسة ليها بتتمتع بمساحة اكبر ومساحة اكبر للشنطة الخلفية. مشاكل الفورد اغلبها في الفرامل والصوت العالي اللي بيطلع من الطنابير، ولازم كل فترة تغير تيل الفرامل. العربية من برة شكلها كبير بس الصالون بتاعها ضيق، والجلوس في الكنبة الخلفية متعب. موتورها مش اي حد بيعرف يشتغل فيه، ولو رحت بيها لاي ميكانيكي للأسف مش هيقولك مش عارف، لكن هيشتغل ويبوظ وبعدين يتفلسف ويألف وحضرتك تدفع في الاخر.
اغلب العربيات الفيستا غطا المحرك بيسرب زيت، ودايما هتغير اويل سيل وجوانات، وده عيب معروف في مواتير فورد فيستا. من عيوبها انها بتاكل بنزين، وخصوصا لو حد متعود في سواقته ان هو يحرق على الغيار، او اقصد يزود الار بي ام في النقلات. الدينامو بتاعها دايما بيضعف ومش بيخرج الجهد والامبير المطلوبين، ولازم كل فتره هتغيره. دايما مشكله صباع الحراره اللي بيفصل، اللي المفروض بيشغل مروحه التبريد، وكل شويه هتلاقي العربيه بتسخن فهتضطر تغير صباع الحراره. اما الفورد اسكورت في منها بمحرك 1600 سي سي ومنها بمحرك 1300 سي سي. مميزاتها رخص سعرها من 30000 جنيه لموديلات ال 1300 سي سي الى 40000 جنيه للفورد ال 1600 سي سي الاسكورت الزيتك. ولو عملت مقارنة بين سعرها مع اي عربية تانية هتلاقي سعرها ارخص بكتير. امكانياتها عالية جدا، عاملة زي الوحش في السفر، وبتكون راسية على الارض، صاجها قوي جدا بيفكرك بالصاج بتاع زمان، ابوابها مدعمة بقضبان حديد داخلية، معدل استهلاك البنزين كويس جدا، بتعمل 280 في الصفيحة واكتر على الطرق السريعة. الصالون فيه رفاهية وشياكة. عيوبها قطع غيارها مش منتشرة كتير، انما هتلاقيها عند محلات معينة في التوفيقية او الحرفيين. ومع ان قطع غيارها هتلاقيها غالية شوية، الا انك بتغيرها وبتشتري دماغك. الشغل في الميكانيكا او العفشة بتاعتها عاوز حد بيفهم علشان تدفع اقل. خامس عربية الفيات، ومنها فئتين، فئة الاونو وفئة تيمبرا، موديلات تسعينات، وفي انواع طبعا تانية زي البونتو والبرافا والتيبو، بس خلونا بعيد عنهم علشان قطع الغيار بقت نادرة وهتتعب وانت بتدور عليها. بالنسبة للاونو محركها سعة 1000 سي سي، قوته 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر، مع سرعة قصوى 145 كيلومتر في الساعة، والتسارع بتاعها من 0 الى 100 كيلومتر بيتم في 17.7 ثانية. استهلاكها للوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة. ونقل الحركة بتاعها مانيوال من 5 سرعات. بتتوفر السيارة في مصر بتصنيع ايطالي، ولكن نزل في مصر منها بعد كده نسخ بولندية وتركية بداية من عام 95، والنسخ القديمة كانت اقوى في الخامات المصنعة منها وفي جسمها الخارجي. مميزات العربية الاونو، شوف يا سيدي، موتورها 1000 سي سي، وده معناه انها اقتصادية جدا في البنزين، بتشم البنزين، شكلها حلو وانسيابي جدا، وخطوطها الخارجية ناعمة، وده بيديها افضلية في عملية اختراق الهواء والسرعة. طبعا سريعة وسحبها يديها اكبر من السي سي بتاعها. عائلية ومناسبة لأسرة مكونة من زوجين وطفلين. واسعة من الداخل وقعدتها مريحة، ابعادها تقدر تلمها بعينيك وانت جوه العربية. موتورها سهل انك تشوف كل جزء فيه لان حوض الموتور واسع، وده بيريح الصناعية في التصليح. خفيفة 630 كيلو جرام، وتقدر اي ست او راجل يزقوها لو عطلت لا قدر الله. لوحة العدادات بتاعتها بسيطة، تقدر تقراها بكل سهولة. حجمها الخارجي صغير، وتقدر تركن في اي مساحة صغيرة. فتسها ناعم جدا ونقلاتها ما تحسش بيها. تقفيل العربية من الداخل كويس جدا. نيجي بقى لعيوبها، قطع غيارها غالية جدا. في قطع غيار مش موجودة جديدة وهتجيبها استيراد مستعملة وانت وبختك. العربية بسكوتة خالص، يعني حتة غريبة، وشاسيها ضعيف جدا من اي خبطة، ان شاء الله في رصيف لو بسيطة حتى هيتأثر الشاسيه على طول، واستعداله صعب وعمره ما بيرجع زي الاول. شنطتها صغيرة جدا، يعني في اي سفر صعب انها تشيل كل الشنط وهتحتاج لشبكة. عفشتها ضعيفة جدا، مش بتاعة طرق مكسرة، وبتتأثر بسهولة من الطريق، ومش بتاعة بهدلة وسفر في مناطق وعرة، يعني عايزة طريق محترم وكويس علشان تديك افضل اداء. اعتمادها الكامل على الكهرباء يخلي اي سلك يضرب فيها او يحصل له اي حاجة هيبرجل العربية كلها وتحس انها مش مظبوطة. واطية من الارض، ولو ثلاثة قعدوا ورا وخدت بيها مطب تاني يوم لازم تروح تلحم الشكمان او تغيره. في رأيي انها بتناسب الستات اكتر من الرجال. اما الفيات تيمبرا، من السيارات الجيدة المظلومة في سوق المستعمل، فيات تيمبرا سيدان موديل 92 المزودة بمحرك 1600 سي سي، واللي مليانة بالمزايا والامكانيات، وبالرغم من كده قليلين اللي بيشتروها بحجة
ان خلوص المقدمه لا يتناسب مع الشوارع المصريه، بالاضافه لانتشار شكاوي السخونه اثناء السير لمسافات طويله وندره بعض قطع الغيار. ولكن بالمقارنه بين سعر السياره وما توفره من امكانيات ومزايا، وكمان امكانيه معالجه العيب بتاع قرب المقدمه من الارض اللي بيتسبب في بعض الاحتكاك اثناء عبور المطبات الصناعيه، تمتلك السياره الايطاليه العريقه محركين، الاولاني 1400 سي سي، بس طبعا محبي تمبرا بيدوروا على المحرك الثاني ال 1600 سي سي، وده بهدف الحصول على المزيد من العزم بالاضافه للقدره على تشغيل التكييف بكفاءه. الى جانب التكييف والعزم، بتمتلك فيت تمبرا عجله قياده باور، سنتر لوك، فتحه سقف، ازاز كهرباء امامي، ويعتبر وسع الصالون بتاعها من ابرز ما تتميز بيه، وكمان ثبتها عند السرعات العاليه واقتصاديتها في استهلاك الوقود. عيوبها ابرزها ندره قطع الغيار، علبه الدركسيون وعوامه البنزين وبعض قطع غيار التكييف مش هتلاقيها، بالاضافه الى مشكله السخونه اللي تعيب سيارات فيت بشكل عام، وضعف نظام التعليق مقارنه ببعض الموديلات الاخرى. سادس عربيه معانا الكيا برايد، موديلات من 96 ل 2006. البرايد هاتشباك عربيه محترمه، حماله اسيه، مريحه في السواقه، استهلاكها في البنزين ممتاز، وصالونها واسع ومريح، وقطع غيارها اقتصاديه. سعه المحرك 1300 سي سي 4 سلندر، والفتيس بتاعها مانوال من 5 سرعات، وزنها 793 كيلو جرام. سعه خزان الوقود بتاعها 37 لتر، ومعدل استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه. البرايد اصلا اتبنت على تصميم المازدا 121 هيكل وموتور، وبدأ انتاجها في اوائل التسعينات، ونزلت مصر في 97 وكان سعرها 25000 جنيه. كانت ارخص عربية تقريبا، وكانت هاتشباك بس. كيا استمرت في تصنيعها حتى 2000، واتنقل خط الانتاج لايران لحساب شركة سايبر بنسبة 85%، وهي شركة مساهمة قطاع مختلط عام على خاص كده زي حال اغلب شركات ايران. بدأت من 1966 وبتقوم حاليا بتصنيع وتجميع الكاريو الجديدة والاستروين سي 5. الفرق بين البرايد القديم الكوري المصري والسابا الايراني حاجات بسيطة، انما طبعا الكوري افضل مليون مرة لان التقفيل الايراني سيء. البرايد موديل 97، دي كانت هاتشباك، اما السابا فهي سيدان، الكوري كاربراتير والايراني انجكشن. الايراني السابا زيادة في بعض الكماليات زي مذيب ضباب، اريال كهرباء، ازاز كهرباء امامي فقط، كاوتش عريض، اشارة ستوب خلفية، المساحات بقى فيها سرعات، ساعة ديجيتال وعداد مسافات ديجيتال، غير كده التابلو هو هو وكل حاجة هي هي. النوع السابع معانا السيارة لادا 2107 موديل الالفينات، ودي عربية قوية وبتتحمل الاستخدام الشاق خاصة في المطبات، والصاج بتاعها قوي واستهلاكها جيد للبنزين، واسعار قطع الغيار ممتازة. اما من ناحية العيوب، مع التفكير العملي لا يوجد فيها عيوب للناس اللي بتدور على عربية عملية تؤدي الغرض بكفاءة، ولكن لا تناسب اللي بيدور على الشكل الحديث والكماليات والرفاهية. يعني باختصار اللادا عربية عملية ممتازة بالنسبة لسعرها. تعرف سيارات لادا 2107 بأسماء مختلفة، تحمل الاسم لادا ريفا في بريطانيا ولادا نوفا في أوروبا و2104 و2105، وهي عربية مدمجة صنعت من قبل شركة أفتوفاز الروسية بداية من سنة 1980 في الاتحاد السوفيتي السابق، وظهرت في الدول الأوروبية في بداية الثمانينات في صورة سيدان وستيشن واجن قبل ما تعرف العلامة باسم لادا. العربية دي اتصنعت على قاعدة انتاج الفيت 124، وتوقف انتاج السيارة في روسيا بين 2010 و 2012. استمر انتاج السيارة في مصر حتى عام 2015، وتعتبر من بين افضل السيارات مبيعا بعد فولكس فاجن بيتل وفورد، وهي من اطول السيارات اللي استمرت في خطوط الانتاج. والعربية اللادا من السيارات القوية العائلية الاقتصادية في نفس الوقت، وصنعت في مصر بجانب اوكرانيا وروسيا وكازاخستان، وقدمت في صورة سيدان باربع ابواب وستيشن واجن بخمس ابواب وبيك اب. والعربية دي بمحرك امامي ودفع خلفي، وبدأ تصنيعها في مصر بداية من عام 2000،
وبدأ التصنيع في مصنع سوزوكي في القاهرة قبل انضمام 2006 السيارة 2110. بعد توقف انتاج العربية حلت محلها اللادا جرانتا اللي موجودة في الخدمة لحد دلوقتي. بتتوفر السيارة بمحرك 4 سلندر عمودي على خط واحد سعة 1600 سي سي بقوة 78 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 120 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وده بيسمح للسيارة بالانطلاق من الصفر لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 17 ثانية. نقل الحركة بتاعها مانيوال من 5 سرعات ومارشدير. بتشتغل العربية بالدفع الخلفي وبتحقق استهلاك بنزين بمعدل 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وده استهلاك جيد جدا للبنزين. بتتوفر العربية اللادا 2107 في مصر 1600 سي سي كربراتير وبتستخدم بنزين 80. اما النسخة الروسي 1500 سي سي انجكشن وبتستخدم بنزين 92. التجميع في السيارة مش سريع وبتاخد وقت كبير علشان تقيلة، وكمان صوت المحرك خشن وعالي. صالونها بيستوعب 5 ركاب بشكل مريح، وهي عربية واسعة الشنطة الخلفية بتاعتها كبيرة. يعيبها ان عزل الصالون عن الحرارة الخارجية والصوت ضعيف جدا، مما يؤثر على كفاءة عمل التكييف في السيارة، والدركسيون بتاعها تقيل والبعض بيقوم بتغييره وشراء دركسيون باور. قطع غيرها منتشرة بصورة كبيرة ورخيصة وصيانتها سهلة، والنسخة اللي فيها كربراتير اي صبي ميكانيكي ممكن يصلحها. سير الكتينة بتاعها جنزير ولا يحتاج لتغيير، وباقي قطع الغيار كلها رخيصة وموجودة. عربية قوية وبتتحمل الاستخدام الشاق خاصة في المطبات المصرية، لكن العفشة الامامية بتحتاج تربيط باستمرار وكشف بصورة دورية. تامن عربية معانا هي المرسيدس فئات 200 و230 و280 موديلات من 76 حتى 85. ده احد اخر الرجال المحترمين واحدى سيارات الزمن الجميل قبل الفايبر والبلاستيك والحساسات والكارتات والفحص بالكمبيوترات. هنتكلم عن W123 الخنزيرة المتعدلة او المرسيدس المعدل زي ما بيسموها في السوق. سنوات الانتاج من 76 حتى 85، مع ملاحظة ان ال 85 نادر جدا في مصر، لان السنة دي نزلت معاها مرسيدس موديل W124 او اللي بنسميها هنا الزلموكة. من وجهة نظر الاغلبية في سوق السيارات المستعملة العجيب ان احسن موديلاتها واغلاها ثمنا هي ال 84 وال 85، عشان فيهم الخلاصة بتاعة الموديل من التكنولوجيا والاوبشن، مع ان الكلام ده طبعا مش صحيح، لان زي ما هنوضح في حاجات كتير جدا اضافت للموديل من سنة 80 وحاجات تانية اخيرة اضافت سنة 82. وده بقى اكتر موديل اتباع منه عربيات في تاريخ مرسيدس، اتباع منها 2.7 مليون نسخة على مستوى العالم. كل عربيات مرسيدس من اول ما قالوا يلا نعمل عربيات لحد النهاردة ليها كود عبارة عن حروف وارقام للبادي الخارجي وشكل الموديل وللموتور، ودي حاجة تانية غير رقم الموتور ورقم الشاسيه اللي احنا نعرفه. وكود الموديل اللي بنتكلم عنه النهاردة هو W123. نزل في مصر بمواتير كتير هي كالتالي: M115 وده بيسموه في السوق الموتور الابيض، وده في موديلات السبعينات، في منه 2000 سي سي قوته 93 حصان، ومنه 2300 سي سي قوته 108 حصان، والموتورين 4 سلندر بنزين. وفي M102 وده اللي بيسموه في السوق الموتور او المكنة السوداء، وده في موديلات الثمانينات، وبرضه في منه 2000 سي سي قوته 108 حصان، ومنه 2300 سي سي قوته 134 حصان، والموتورين دول برضه 4 سلندر بنزين. الغالبية العظمى من العربيات اللي في مصر فيها الموتورين دول. بخصوص الجير بوكس، نزلت بأربع أنواع من الجير بوكس: 2 مانوال 4 سرعات و5 سرعات، و2 اوتوماتيك 3 سرعات و4 سرعات. طبعا الموديل ده كان قبل حكاية تقسيم الموديلات عند مرسيدس لسي كلاس واي كلاس واس كلاس والهري ده كله، بس في الوقت ده كان في حاجات بتميز كل موديل، زي مثلا العربيات اللي فيها موتور 2000 سي سي كنت بتلاقي على الشنطة رقم 200، ونفس الحكاية لو 2300 سي سي بتلاقي مكتوب 230، ولو 2800 هتلاقي برضو نفس الكلام 280، والكلام ده في موديلات السيدان البنزين. مميزات السيارة انها سيارة متينة اخر حاجة، مفيش كلام، يعني خش في الحيطة واطلع من الناحية التانية وانت سايب ايديك، عالية عن الارض يعني انسى ان المطبات والشوارع المكسرة تزعلك.
عفشتها قمة في الراحة والقوة والخدمة الشاقة، ناعمة جدا في السحب والجري زي العربيات الجديدة، مع ان وزنها تقريبا ضعف وزن اي عربية من بتوع اليومين دول. حتى لو هي مش فول اوبشن بس برضو بتحس فيها بالفخامة والرفاهية. الموديل ده بالذات لما بتكون العربية واقفة وشد حيلها وبتلمع من النظافة، بتلاقي الناس كلها في الشارع بتبص وبتتفرج عليها، جذابة بطبيعتها مش عارف ليه، بس ده طبعا بيخلي صاحبها محسود دايما، وربنا يسترها علينا وعليكم. عيوبها الاستهلاك العالي للبنزين حتى مع ضبط الموتور على الشعرة بالمقارنة بباقي سيارات الفترة دي. أما بالمقارنة بالسيارات الحديثة بتاعت اليومين دول فهي بقت حوت بنزين. حاجة كمان، مع ان ميكانيكا الموديل مش حديث لكن في اعطال كتير ما ينفعش غير ميكانيكي متخصص في المرسيدس هو اللي يصلحها، ودول طبعا غاليين جدا في المصنعية بتاعتهم، زي اعطال الكربيراتير والجير بوكس الاوتوماتيك وظبط الموتور. اما لو الموضوع شيل القديم بايظ وركب جديد سليم، فاي ميكانيكي فاهم ممكن يعمل الصح. الفابريكا والسليم من الموديل ده نادر جدا في السوق، لان الغالبية العظمى اتعمل لها عمارات لحد ما جابت اخرها، وتغير لها مواتير، واتضافت اوبشنات من موديلات احدث على الموديل القديم بتاع الثمانينات. انتشار المضروب منها كتير جدا في السوق، اللي كان في الاساس نصين امامي وخلفي، ودخل على انه قطع غيار استيراد، وتم إعادة لحامه وتجميعه مرة تانية. والعربيات اللي تم تهريبها إلى داخل البلاد من ليبيا ودول تانية لأنها كانت بتعتبر رخيصة في البلاد دي مقارنة بأسعارها في مصر، طبعا مع تزوير أوراقها وتنزيلها السوق وتبيعها بأرباح خيالية. انتشار قطع الغيار المضروبة الغير أصلية، لأن الموديل القديم قبل تطبيق نظام رقم القطعة في شركة مرسيدس في الموديلات الأحدث، ومحاربة قطع الغيار المغشوشة اللي بتدور العربية. وكمان بدأ الموديل يواجه مشكلة ندرة بعض قطع الغيار وارتفاع أسعارها، خاصة الاستيراد عند تجار قطع الغيار للاستعمال زي الكورونا والكردان وش السلندر إلى آخره. الـ200 أغلى موديل، لأن ضريبة تجديد الترخيص عادية حسبة 200 جنيه، أما باقي الموديلات بتقل في السعر 10,000 جنيه عن الـ200 لو نفس الحالة، لأن ضريبة التجديد السنوي زيادة عن 1000 جنيه بشوية. زي مثلا لو عربية 200 ب40,000، هتلاقي الـ230 نفس الموديل ونفس الحالة ب30,000. معلش طولت عليكم. عموما انا سبت في السكة شوية عربيات ما اتكلمش عنها، زي الشيري كي كيو والفولفو واللانشيا واسامي تانية كتير. كل دي عربيات لا انصح بشرائها، لان قطع غيارها ممكن ما تلاقيهاش وتضطر تولف مع انواع تانية وتتعب على الفاضي. بكده نكون خلصنا كل العربيات المحترمة والاعتمادية اللي في السوق المستعمل في مصر، واللي بسعر من 30 ل40,000 جنيه. هستعرض معاكم اسعار العربيات اللي قلناها على موقع اوليكس بسرعة عشان تتأكدوا من السعر، وهيبقى استعراض فيديو بدون شرح، وان شاء الله هنكمل سلسلة الاجزاء لحد ما نوصل لسعر 100,000 جنيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.